ستنفذ في نهاية المطاف، وفي نهاية المطاف كذلك سوف يتم تعزيز وتأمين الحياة السليمة الهانئة لكل مواطني روسيا. إن إمكانات وقدرات كل أنواع القوات العسكرية تزداد بشكل دائم، ونحن سنزيد من هذه العملية بشكل مضطرد. وأود أن أشكر كل من هم في مواقع القتال وينفذون خدمة العلم، بما في ذلك الجنود في وحدات الدبابات وكذلك القوات المشاة وكذلك الحرس الوطني وغيرها من أنواع القوات العسكرية الذين يكافحون، وهم يكافحون ولا أخشى من المقارنة هنا، كما حارب أجدادنا في الحرب الوطنية العظمى. وكذلك الشكر للعاملين في مجال الصحة والأطباء والممرضين الذين يقدمون المساعدة، وكذلك المدنيين الذين يقومون ب تأمين كل ما يلزم من بنى تحتية وغيرها لتنفيذ العملية العسكرية الخاصة. ومع ذلك فإن الأعمال القتالية قد وضعت مسائل علينا كما يقال أن نعمل عليها بشكل جاد، وأقصد هنا الاتصال بين وحدات القوات والتكتيكات الحربية وتحديد الأهداف. وتلك التجربة القتالية التي علينا وسوف نقوم باستخدامها في مستقبل تطوير القوات المسلحة الروسية. اليوم مهمتنا هي تنفيذ الإجراءات للتطوير والتحديث للقوات بشكل شامل ومجمل. إن قوات الناتو والوسائل التي تستخدم خلال العملية العسكرية الخاصة نعرفها جيدا، وكل ذلك كل تلك المعلومات موجودة لديكم، ولا بد من تحليلها بشكل دقيق وعميق لاستخدامها في تطوير قواتنا العسكرية ورفع المهارة القتالية لجيوشنا، وكذلك الهيئات الأمنية الأخرى. إن مهام وزارة الدفاع ومقر تنفيذ العملية العسكرية الخاصة هو كما قلت تحليل كل هذه المعلومات وتحضير كل ما يلزم للقوات العاملة في العملية العسكرية الخاصة. وإن الخبرة التي اتخذها وحصل عليها مقاتلون خلال مشاركة في المعارك في سوريا لابد من الاستفادة منها اليوم، بما في ذلك من خلال إجراء التدريبات على كافة المستويات، بما في ذلك تجهيز وتدريب الضباط والجنود، وأن يكون لدينا كوادر إضافية مدربة ومجهزة. ثانيا ألفت انتباه الحكومة وكذلك إدارة وزارة الدفاع على أنه لابد من التعامل والتنسيق بشكل وثيق ضمن الهيئات التي تم إنشاؤها لمجلس التنسيق، وقبل كل شيء مع رؤساء الأقاليم وكذلك مع المجمع العسكري التقني. ولابد من استمرار بتقديم المعرفة على الخطوط الأولية، وأنا أشكرهم على ذلك لأنهم يقومون ضمن الأعمال العسكرية الحقيقية بالتأكد والتحقق من تكتيكات الحربية وتحديثها وتطويرها. وبشكل عام لا بد من
تطوير البنى المتعلقة بالوزارة، ونحن نرى كيف يعملون بشكل ناجح سواء المهندسين والعلماء، وسوف نقوم بتحديث ونستمر بذلك بما في ذلك العمليات التقنية. كذلك لا بد من التنسيق بين الهيئات التقنية والعلمية ووزارة الدفاع وقبل كل شيء لتعزيز المعدات والملزمات والذخائر للقوات. ثالثا سنستمر بدعم القدرات القتالية والاستعداد القتالي للقوات النووية، وهذا ضمان لسيادتنا ووحدة أراضينا. وبشكل عام الردع النووي والتوازن النووي في العالم، اليوم تجهيز القوات النووية قد زاد إلى 91%، و يتم تزويدهم بمنظومة الفرد الصوتية أفانغارد، وللمرة الأولى تم تزويد القوات بمنظومة الصواريخ العابرة للقارات سارماد، وكل ذلك سوف يتم تنفيذه وتحقيقه. كذلك يستمر تزويد القوات بمنظومة يارس، وهذه المنظومات التي ليس لها مثيل في العالم، ففي بداية يناير من العام القادم سوف تبدأ فرقاطة الأدميرال غروتشكوف بالخدمة، والتي تزود بمنظومة سيركون المطلقة من البحر. وكذلك سوف نزود القوات الاستراتيجية بكل أنواع الأسلحة الحديثة، وكل الخطط أكرر مرة ثانية يجب تنفيذها وستنفذ. إضافة إلى ذلك لابد من تزويد قدرات القوات الجوية الفضائية، وخاصة خلال عملهم في المناطق التي تتواجد فيها أحدث المنظومات الدفاعية الجوية. وكذلك لابد من تحديث الآليات الهجومية واستخدامها. إضافة إلى ذلك أن استخدام المسيرات أصبح أمرا واقعا، لذلك لابد من العمل على هذا الموضوع. وبالتالي فإن الهدف يتم القضاء عليه بسرعة، والمعلومات تعالج بشكل سريع، وبالتالي لا بد من تكامل عمل المسيرات ضمن هيئات الاستخباراتية العسكرية. ولذلك فإن خبرة استخدام المسيرات يجب أن تكون لدى كل مجند، وهذا لا بد من تنفيذه في الوقت القريب العاجل، وأقصد اليوم قبل غدا. وبالتالي لابد من تزويد المجندين بكل هذه الخبرات بالإضافة إلى المعدات اللازمة له، ولابد هنا من التركيز. وأعلم أن وزارة الدفاع تعمل على ذلك، ولكن على أي حال أود أن أقول بأنه لابد من تزويد المجندين بكل ما يلزم من معدات صحية وأطعمة وألبسة دافئة وأسلحة. لابد من تزويدهم أيضا بأجهزة الاستطلاع الليلية ومن أحدث الأجيال، ولن أصف وأذكر كل شيء، ولكن أقول أنه يجب أن يكون لدى كل جندي ما هو مطلوب ومريح، لأن فإذا كانت الإجراءات لهذا التزويد قد أصبحت قديمة لابد من تحديثها وبشكل سريع. وكل المسؤولين في وزارة الدفاع هم موجودون اليوم هنا، وليس لدينا أي مشكلة في التمويل. الدولة تعطي كل ما يطلبه الجيش، و
أتمنى بأن يكون الرد واضحا من قبل وزارة الدفاع وأن نصل إلى النتيجة المطلوبة. ولدينا أكرر مرة أخرى خبرة باستخدام المسيرات المائية، ولذلك لابد من إنتاج المسيرات سواء الجوية أو البحرية بأحدث الصفات والمواصفات القتالية بما في ذلك الذكاء الاصطناعي، ولا بد من تحديث الأسلحة الهجومية. إضافة إلى ذلك لا بد من تحديث طرق الاتصالات للعمل الأكثر فعالا، لذلك لا بد من استخدام الذكاء الصناعي في كل مراحل اتخاذ القرار. فكما أظهرت التجربة فإن أحدث الأسلحة وأكثرها نجاعة هي الأسلحة التي تعمل بشكل ذاتي. إضافة إلى ذلك إن التعبئة الجزئية التي جرت قد أظهرت الكثير من المشاكل، وأنا أعلم بأن الإجراءات المطلوبة تتخذ وتنفذ الآن، ولكن لا بد من تحديث هذه المنظومة بما في ذلك منظومة التفويض العسكري بما في ذلك رقمنة قاعدة البيانات، وكذلك الاتصال بين المراكز العسكرية الإقليمية وكذلك المجمع العسكري التقني. إضافة إلى ذلك هناك 300 ألف شخص قد تم تعبئتهم، وكما تحدث وزير الدفاع والقادة في وزارة الدفاع أن 1500 موجودون اليوم في ميادين التدريب، وهذا كاف احتياطيا كاف لتنفيذ العملية العسكرية. والناس اليوم أو المجندون في ضمن هذه التعبئة يأخذون التدريب المناسب، والمواطنون يساعدون الجنود حيث يقومون بتزويد القوات بالسيارات والأشياء والألبسة الدافئة، إضافة إلى الرسائل التي تقوي من معنويات الجنود. ومع ذلك وزارة الدفاع تقوم بكل ذلك، ولكن يجب أن نشكر المواطنين على هذه المبادرات. إضافة إلى ذلك لا بد من الأخذ بعين الاعتبار الانتقادات التي نسمعها، فمن الواضح أن الناس الذين يرون المشاكل وهذه المشاكل موجودة أن ردود الفعل يمكن أن تكون مليئة بالمشاعر أكثر، ولكن هم يشيرون إلى هذه المشاكل، لذلك لا يجب علينا أن نصمت عن هذه المشاكل، بل علينا أن نحلها جدا. فإن الجيش والشعب كان دائما قوتنا، وهذا الشيء سيكون كذلك اليوم. وأعطي الكلمة لوزير الدفاع سيرغي شيغو. الرفيق القائد العام الأعلى، سأبدأ في تقريري من العملية العسكرية الخاصة. اليوم يواجه العسكريون الروس القوات المسلحة الموحدة الغربية، فإن الولايات المتحدة وحلفائها تضخ الأسلحة وتدرب المسلحين الأوكرانيين ويوجهون إلى هناك المدربين والخبراء ويشنون حربا إعلامية ضدنا ويستخدمون أساليب شتى بما في ذلك الأعمال الإرهابية وقصف المناطق السكنية باستخدام الأسلحة الثقيلة. فالدول الغربية لا تلاحظ كل هذه الجرائم مثل خطوات وعناصر الابتزاز النووي بما في ذلك الهجوم والقصف على محطة زاباروجيا النووية، وبما في ذلك التهديدات باستخدام ما يسمى بالقنبلة النووية القذرة. كل هذه الإجراءات تتخذ من قبل الولايات المتحدة
تعزيز سيطرتها وهيمنتها، وما يثير القلق الكبير هو زيادة التواجد العسكري الأطلسي بالقرب من حدود الاتحاد الروسي وجمهورية بيلاروس، وأيضا سعي الغرب إلى إطالة أمد الأعمال القتالية في أوكرانيا لإضعاف روسيا. فإن الأهداف الحقيقية لاتفاقيات مينسك باتت واضحة بعد تصريحات الرئيس الأوكراني السابق باروشينكا والمستشارة أنجيلا ميركل، وبعد عام 2014 وصلت إلى زمام السلطة قوة معادية لروسيا، وهي قامت بالفصل بين الشعب بين الشعبين الشقيقين، ما أدى إلى الأعمال القتالية في دونباس. إلا أن روسيا دائما كانت تقف إلى وتدعو إلى إجراء مفاوضات حول التسوية السلمية. وفي الظروف الحالية تقوم القوات المسلحة الروسية بمواصلة الأعمال القتالية وتقصف البنية التحتية العسكرية الأوكرانية وقدراتها القتالية، وتتخذ تدابير شتى للحيلولة دون سقوط الخسائر بين المدنيين الأوكرانيين. وفي نتيجة الأعمال القتالية قد تكبدت القوات الأوكرانية خسائر فادحة بين الأرواح والمعدات العسكرية، ولزيادة القدرات القتالية زادت القوات الأطلسية تزويد أوكرانيا بالأسلحة والمعدات العسكرية، حيث أنفقوا 97 مليار دولار، وهذا بمرتين أكثر من المعدات والأسلحة التي تركت في أفغانستان بعد انسحاب الولايات المتحدة من هناك. В зоне боевых действий находятся натовские штабные офицеры, артиллеристы и другие специалисты. В интересах ВСУ работает более 500 космических аппаратов США. وغيرهم من الخبراء، هناك حوالي 200 قمر اصطناعي تستخدم لمراقبة الأعمال القتالية، وأيضا هناك أخصائيون عسكريون يستخدمون لمواصلة مكافحة روسيا في المجال الإعلامي. ونفهم تماما، ومن أجل ذلك يعمل المئات من القنوات التلفزيونية ووسائل الإعلام وفي شبكات التواصل الاجتماعي، وأيضا هناك صمت كامل من قبل وسائل الإعلام الغربية حول الجرائم التي ترتكبها القوات الأوكرانية. وفي نفس الوقت يتم تمجيد المجرمين من النظام في كييف والنازيين الجدد، ويصفون أعمالهم بأنها إجراءات الدفاع النفسي. ويوميا نحصل على المعلومات حول إعدام الجنود الأوكرانيين الذين لا يمتثلون لتنفيذ أوامر القادة المسلحين الأوكرانيين للمشاركة في الأعمال القتالية. في سير العملية العسكرية الخاصة قمنا بزيادة عدد قواتنا في منطقة الأعمال القتالية، وأجرينا عملية التعبئة الجزئية، وأصبحت امتحانا جادا وهاما بالنسبة لمنظومة التعبئة والتدريب للقوات المسلحة الروسية. وبعد بدء عملية التعبئة الجزئية كنا نواجه المشاكل المتعلقة باستدعاء العسكريين من الاحتياط، وكل هذه الصعوبات والمشاكل
كنا نقوم بمعالجتها خلال تنفيذ عملية التعبئة الجزئية، وكنا نتخذ إجراءات عاجلة لاستكمال عملية الإمداد والتموين، وفي نهاية المطاف تم تنفيذ كافة الإجراءات للتعبئة الجزئية، حيث تم استدعاء 300 ألف عسكري من الاحتياط، ولعب دورا كبيرا في ذلك العمل المتكامل والمنسق لجميع الهيئات الحكومية والسلطة المركزية والإقليمية. وبشكل خاص أريد أن أشيد بالموقف الوطني لمواطني روسيا، وهناك أكثر من 20 ألف متطوع ذهبوا إلى مراكز التعبئة للالتحاق بالخدمة في صفوف القوات المسلحة في منطقة العملية العسكرية الخاصة. وبفضل الإجراءات التي تم اتخاذها من قبل رئيس الدولة، فإن العسكريين الذين تم استدعائهم من الاحتياط يحصلون على نفس المرتبات التي يحصل عليها العسكريون المتعاقدون. العبء الكبير يتحملها الهيئات التي تشتغل وتعتني بعمل التوجيه المعنوي وتدريب الأفراد ورفع جاهزيتهم لتنفيذ الأعمال القتالية. في نهاية المطاف قد تمكنا من رفع القدرات القتالية لقواتنا وتنشيط الأعمال القتالية، وقد تم تحرير 5 أضعاف من الأراضي التي كانت تحت سيطرة جمهوريتي دونيتسك ولوغانسك قبل 28 فبراير. تم تحرير مدينة ماريوبول التي حولها نظام كييف إلى حصن قوي ومعزز، وفي نتيجة الأعمال القتالية الناجحة للقوات المسلحة الروسية وجمهوريتي دونيتسك ولوغانسك تم القضاء على أكثر من 4000 مسلح أوكراني من القوميين المتشددين من أزوف، وبدأت هناك إجراءات لاستعادة الحياة السلمية إلى ميناء ماريوبول وميناء بيردانسك. نقوم بإيصال السفن إلى هناك لاستعادة الحياة السلمية، وبحر أزوف تحول إلى بحر داخلي لروسيا كما كان ذلك على مدار 3 قرون. ونقوم باستعادة المرور عبر سكك الحديد مع دونباس، حيث يتم نقل الشحنات إلى ماريوبول وبيردانسك وغيرها من البلدات والمدن المحررة. بعد بسط سيطرتنا على قناة القرم الشمالي استطعنا استعادة إمداد شبه جزيرة القرم بالمياه العذبة بعد فك الحصار المفروض عليها من قبل سلطات كييف. فإن العسكريين الروس يظهرون نشاطاتهم ويحققون مآثر قتالية حقيقية. لقد اكتسب أكثر من 250 عسكري متعاقد خبرة قتالية في منطقة الأعمال العسكرية، ونقوم بإزالة الألغام من الأراضي المحررة، ويجري إعادة بناء للمباني السكنية في مدينة ماريوبول وغيرها من البلدات، حيث تم بناء مركزين طبيين متكاملين مزودين بأحدث الأجهزة الطبية، وهناك عمل كبير يجري لاستعادة تزويد جمهورية دونيتسك ولوغانسك بالمياه، حيث تم بناء قنوات المياه طولها أكثر من 200 كيلومتر، ويجري بناء قناة جديدة طولها 194
كيلومتر ما سوف يؤمن تزويد مدينة دونيتسك بالمياه أيضا. بشكل عام فإن العملية العسكرية الخاصة أظهرت المهارة العالية للقيادات والأركان وجاهزية العسكريين الروس لتنفيذ أصعب المهمات. فإن الأسلحة والمعدات القتالية الروسية أثبتت جدارتها ومتانتها، وهذه العملية تعطي فرصة نادرة لتحليل الأساليب الحديثة لخوض الأعمال القتالية بمشاركة أنواع وأفرع القوات المختلفة. وسوف يتم استخلاص هذه العبر في الخطط المستقبلية لتدريب وتجهيز القوات. أما قيادة الدولة والشعب الروسي فأثبتت وحدة الجيش والمجتمع. وفي هذه السنة وزارة الدفاع تقوم بحل وتنفيذ قضايا مهمة أخرى. في بداية العام الجاري وبمشاركة الدول الأعضاء في منظمة الأمن الجماعي قمنا بإحباط محاولة تنفيذ الثورة الملونة في كازاخستان، وأيضا قواتنا تحافظ على السلام في سوريا وقراهباغ، ونقوم بإزالة الألغام في المناطق السكنية، ونقدم مساعدات طبية للمواطنين في تلك البلدان والمناطق. أما الثالوث النووي الروسي يمتلك قدرة وجاهزية عالية، وذلك بفضل تزويد هذه القوات بالأسلحة الجديدة، وهذه النسبة تصل إلى 91%، حيث تم إعادة تسليح لثلاثة أفواج للصواريخ الاستراتيجية بصواريخ من طراز يارس، وهناك أيضا فوج آخر للصواريخ الاستراتيجية بدأ في الخدمة وباستخدام الصواريخ أفانغارد العابرة للقارات. وهناك أيضا فوج آخر تم تزويده بصاروخ عابر للقارات الاستراتيجي سارمات. وأيضا دخلت الخدمة العسكرية في هذه القوات طائرة قاذفات استراتيجية تو 56 وتو 90. تم إجراء مناورات مشتركة بما في ذلك مع القوات المسلحة لجمهورية الصين الشعبية. القوات البحرية دخلت في خدمتها غواصة نووية جديدة مسلحة بالصواريخ استراتيجية من طراز بولاوا. وأيضا تزداد الإمكانيات القتالية لأنواع وأفرع القوات المسلحة. القوات الجوية الفضائية حصلت على منظومة مشتركة للاتصالات، وتم إطلاق القمر الاصطناعي الجديد الذي يمكن من السيطرة على المناطق الشاسعة في الجزء الشمالي للبلاد. أيضا ازدادت عدد الطائرات التدريبية. في هذه السنة تم تخريج الدفعة الأولى من الطيارين من النساء. القوات البحرية حصلت على أحدث السفن والزوارق البحرية ومنظومات الدفاع الساحلي. بدأت تزويد القوات بصواريخ سيركون الفرط الصوتية. وفي الوقت الحالي يجري تزويد الفرقات الأميرال غرشكوف بالصواريخ الفرط الصوتية. ومن أهم المهمات لتنفيذ الحجوزات الحكومية في عام 2021 كانت تزويد القوات المسلحة بالمعدات والأسلحة الخاصة بخوض العملية العسكرية الخاصة. و
ذلك من خلال تزويدها بأحدث المجموعات المتنقلة للأسلحة، وتجري مراقبة تنفيذ كل الخطط من قبل اللجنة المشتركة التي تشمل الممثلين عن وزارة الدفاع والصناعة الدفاعية المعنية. وفي عام 2022 فإن الموارد المالية وباعتبار الأسلحة والمعدات الجديدة التي تم إدخالها في الخدمة، فزاد حجم هذه المخصصات ب 30%، وفي بعض الأحوال من 69 إلى أكثر من 100%. وبشكل عام تم تنفيذ كل الحجوزات الحكومية بنسبة 91%، وكل الإجراءات المتعلقة بالتدريب العملياتي والاستراتيجي تم تنفيذها في السنة الجارية. وفي بداية العام الجاري تم إجراء مناورات بحرية واسعة النطاق، وتم تنفيذ خلالها المهام الخاصة بالردع على التهديدات العسكرية لروسيا من الاتجاهات البحرية. وكانت مناورات الشرق 22 شملت الممثلين عن 14 دولة أجنبية، ومن خصائص تلك المناورات أصبح تشكيل المجموعة الدولية للقوات لحل القضايا المشتركة. وهذه المناورات أظهرت القدرة على تنفيذ المهام القتالية وبجدارة لضمان الأمن الإقليمي. أما القوات الصاروخية الاستراتيجية فخلال مناوراتها نفذت المهمة الخاصة بالردع لاستخدام العدو الافتراضي للأسلحة النووية في المنطقة القطبية في شبه جزيرة تشوكوتكا. جرت البعثة العلمية وتم البحث عن مختلف الظروف وأساليب استخدام الأسلحة الحديثة في المناطق القطبية. وبغض النظر عن محاولات الغرب لعزل روسيا، نستمر في توسيع جغرافيا للتعاون العسكري والتقني، حيث تقوم وزارة الدفاع الروسية بتطوير علاقاتها مع أكثر من 109 دول في أفريقيا وآسيا وأمريكا اللاتينية. وأجرينا عشرات من الإجراءات الهامة المشتركة بمشاركة الممثلين عن دول العالم، وشارك فيها أكثر من 5300 عسكري من 34 دولة. وخلال 8 أعوام لخوض الألعاب العسكرية، تم إعادة بناء وتطوير القاعدة المادية التي تستخدم لإجراء مثل هذه المناورات. وأيضا هناك فعاليات أخرى مرتبطة بالمنتدى الدولي للأمن الجيش، وحضر هذا المنتدى في الأعوام الماضية أكثر من مليوني نسمة، وتم عقد صفقات في هذه السنة تقدر بأكثر من 25 مليار روبل. وهذا المنتدى يعتبر معرضا مرموقا دوليا. وفي أغسطس العام الجاري انعقد مؤتمر الأمن، شارك فيه الممثلون عن 70 دولة وعددهم 700 شخص. وفي السنة الجارية أيضا انعقد المؤتمر المعادي للفاشية، وشارك فيه المحاربون القدامى والممثلون عن الدول الأجنبية والملحقون العسكريون ل 26 دولة. فإن أعضاء المؤتمر استنكروا جميع المظاهر اللي
للتمييز العنصري والنازية والفاشية، واتفقنا على عقد هذا المؤتمر سنويا. فإن المدرسة العسكرية العليا الروسية تعتبر من أفضل المدارس العسكرية في العالم، ويتعلم في مؤسساتنا التعليمية العسكرية الآلاف من العسكريين الأجانب، وابتداء من شهر سبتمبر دخل في هذه المؤسسة أيضا المعهد العسكري لمدينة دونيتسك. في سبتمبر العام المقبل سوف نقوم بفتح مدرسة ثانوية عسكرية في مدينة إيركوتسك. هناك أيضا هيئة وطنية تعتني بالتعامل مع المحاربين القدامى. أشكركم السيد الرئيس على دعم هذه المبادرة. فيما يتعلق بالظروف السكنية فتم حلها بالنسبة ل 29 أسرة من العسكريين، ونولي اهتماما كبيرا بتطوير الخدمات الطبية العسكرية، وبفضل الإجراءات الوقائية انخفض مستوى الإصابات بالأمراض في القوات المسلحة ب 1.5 مرات، وازدادت فعالية وجودة الخدمات الطبية بثلاث مرات. أما عدد المرضى الذين حصلوا على هذه الأنواع من المساعدات فيساوي 28,000 شخص. والأطباء العسكريون أظهروا مهارتهم وقدراتهم خلال العملية العسكرية الخاصة، حيث يتم تقديم المساعدات والإسعافات في الدقائق العشر الأولى، وبعد ساعة يصل المرضى إلى المشافي الميدانية، ثم يتم نقلهم إلى المستشفيات العسكرية المركزية. ومستوى الوفيات بعد تقديم المساعدات الطبية انخفض كثيرا ويعتبر من أدنى المستويات. أما مدينة قازان فتم تدشين وافتتاح فيها مستشفى عسكري مركزي جديد، ويتم إعادة إعمار للمستشفيات العسكرية في مدن أخرى بما في ذلك بريانسك وميرني وفلاديكاوكاس وغيرها. وهناك معاجم عسكرية يتم بناء فيها المشافي والمستشفيات أيضا أو مراكز العلاج. فيما يتعلق بمواجهة الفيروس كورونا فتمكننا من الحيلولة دون انتشار الموجة السادسة من هذا الفيروس في القوات المسلحة. فيما يتعلق بتطوير البنية التحتية العسكرية فكنا نولي اهتماما خاصا للقوات الصواريخ الاستراتيجية، بما في ذلك لنشر منظومات صاروخية أفانغارد يارس وسرماد. في الأسطول الشمالي تم استكمال البناء للمشاريع ومنشآت البنية التحتية الاستراتيجية. أما في بحر قزوين فتم بناء مرسى طوله 1500 متر، وأيضا هناك مرسى ثاني يتم استكمال بنائه. من جهة أخرى قمنا بإعادة إعمار المنشآت والبنية التحتية في 15 مطارا عسكريا، وذلك لاستيعاب جميع أنواع من الطائرات الحربية. من جهة أخرى تم استكمال بناء 625 مبنى من مختلف الأغراض في مختلف المعسكرات للقوات المسلحة. من جهة أخرى تستمر قوات السكك الحديدية بتطوير البنية التحتية للسكك الحديدية ومواصلات النقل عبرها، وذلك وفقا للخطة المبرمة. من جانب آخر تقوم وزارة الدفاع بتنفيذ مشاريع تنويرية وتوعية أخرى مختلفة،
بما في ذلك العروض العسكرية، وبموجب لتعليماتكم وفي غضون 90 يوما تم إعادة بناء لنصب تذكاري ساور ماجيلا، ويستمر العمل المنظم للتربية الوطنية للشبيبة، حيث شملت هذه المسيرة جميع أنحاء روسيا، ويتوحد فيها أكثر من 1,250,000 من الشباب من الفتاة والفتيان، وتجري عملية التربية الوطنية للشبيبة في المراكز الإقليمية من طراز أفانغارد، وذلك في المدن والبلدات عدد سكان فيها أكثر من 100,000 مواطن. ونعتقد أن بناء مثل هذه المراكز للتربية الوطنية يجب أن تكون بداية لتطوير منظومة التربية الوطنية للشبيبة في البلاد. أيها الرفيق القائد العام الأعلى، بشكل عام تم تنفيذ جميع المهمات التي أوكلت على القوات المسلحة الروسية، مما أسفر عن زيادة القدرة الدفاعية للقوات المسلحة، فيما يتعلق بتدابير الرامية إلى تعزيز الأمن الوطني لروسيا. انطلاقا من سعي الدول الغربية والحلف الشمال الأطلسي للتمدد وضم أعضاء جدد في قوامها من فنلندا والسويد، فإنه لا بد من اتخاذ التدابير لازمة للتصدي على هذه المخاطر المحتملة. نقترح إعطاء إمكانية للمواطنين في أن يلتحقوا بالجيش بالتعاقد، أو أن يتم استدعائهم والتعاقد معهم من أول يوم من الخدمة العسكرية. ونقترح أيضا تطوير القوام والهيكلية للأنواع للقوات المسلحة، ورفع مسؤولية القيادات العامة عن استخدام الوحدات العسكرية والتشكيلات، تشكيل 3 تشكيلات جديدة في خرسون وزاباروجيا وكوريليا، إعادة تشكيل الفرق الآلية و7 ألوية آلية في المنطقة العسكرية الغربية وفي الأسطول الشمالي، ولكل جيش ميداني أو جيش مدرع أن يكون لواء الطيران بعدد يشمل 180 مروحية قتالية. إضافة إلى ذلك، نكتفي مشاهدينا الكرام بهذا القدر من كلمات وزير الدفاع الروسي سيرجي شويغو، وكان قد سبقه في الحديث رئيس روسيا فلاديمير بوتين، حيث أشار في كلمته بعد اجتماعه بعدد من القيادات العسكرية لمناقشة خطط روسيا العسكرية في أوكرانيا خلال عام 2023، وأيضا لمناقشة ما تم خلال العام الجاري. أشار في بداية كلمته الرئيس الروسي فلاديمير بوتين إلى توجيه الشكر لكل الضباط والعاملين الذين يعملون في الحرب الروسية في أوكرانيا، وشكر كل من هو في موقع القتال، وأيضا شكر العاملين في مجال الصحة والمدنيين الذين يقومون بتأمين القوى والبنى التحتية. وقال إن مهمتنا هي تنفيذ الإجراءات للتطوير والتحديث، وقال إن قوات الناتو تستخدم الوسائل المختلفة لإجبار روسيا على الخروج من أوكرانيا، وقال إن قوات الناتو والوسائل التي تستخدم من قبلهم نعرفها جيدا، وقال إنه أو هو ثمن بالفعل الخبرة التي حصل عليها المقاتلون الروس من الحرب في سوريا، وقال إنه يجب الاستفادة من هذه الخبرة. مشاهدينا الكرام، نكتفي بهذا القدر، وخدماتنا الإخبارية مستمرة بعد الفاصل، ونتابع نشرة اقتصادية مفصلة يأتيكم بها محمد عبد الحكم. إلى اللقاء.
وزارة الإسكان تعلن بدء سريان منح مهلة 3 أشهر اعتبارا من يوم الاثنين الماضي لاستلام قطع الأراضي السكنية الصغيرة المخصصة لمشروع بيت الوطن. ارتفاع مخاوف الاقتصاديين من حدوث ركود في الولايات المتحدة العام القادم. البنك الدولي يخفض من توقعات للنمو الاقتصادي في الصين خلال العام الحالي وفي عام 2023 على خلفية التباطؤ الناجم عن كورونا وأزمة العقارات. الاقتصاد من النيل، أهلا بكم. أعلنت وزارة الإسكان عن بدء سريان منح مهلة 3 أشهر اعتبارا من يوم الاثنين الماضي لاستلام قطع الأراضي السكنية الصغيرة المخصصة لمشروع بيت الوطن. وأوضحت الوزارة أنها تم منح مهلة الاستلام بشروط، منها أن تكون قطعة الأرض شاغرة ولم يتم تخصيصها للغير، والتنازل عن قضايا مرفوعة على الهيئة أو جهاز المدينة في هذا الشأن، وسداد أي مبالغ مستحقة على قطعة الأرض من تاريخ جاهزية الأرض للاستلام محملة بالأعباء من تاريخ الاستحقاق حتى تاريخ السداد. أكد وزير الري هاني سويلم أن مشروعات حماية الشواطئ وخاصة في دلتا نهر النيل تمثل نموذجا ناجحا للعمل الحقيقي على أرض الواقع للتكيف مع التغيرات المناخية وخدمة وحماية المواطنين والمنشآت خاصة، أن تلك الظاهرات التغيرات المناخية وارتفاع منسوب سطح البحر تمثل تحديا كبيرا خاصة بالمناطق الساحلية. واستعرض الوزير خلال اجتماع عقده مع عدد من قيادات الوزارة مجهودات الوزارة في مجال حماية الشواطئ، حيث يجرى العمل حاليا على تنفيذ أعمال لحماية الشواطئ بأطوال تصل إلى 45 كيلومتر، بالإضافة لمشروع تعزيز التكيف مع التغيرات المناخية بالساحل الشمالي ودلتا نهر النيل. تراجعت مؤشرات البورصة المصرية قبيل ختام تعاملات اليوم الأربعاء تحت ضغط من عمليات بيع من قبل المستثمرين الأجانب، بينما مالت تعاملات المستثمرين المصريين العرب نحو الشراء، وسجل رأس المال السوقي لأسهم الشركات المقادة بالبورصة مستوى 952.5 مليار جنيه وسط تعاملات كلية بلغت نحو 1.4 مليار جنيه. وتراجع المؤشر الرئيسي للبورصة المصرية إيجيك 30 بنسبة 0.1%، كما انخفض مؤشر الأسهم الصغيرة والمتوسطة إيجيك 70 بنسبة 0.14%. يتوقع الاقتصاديون بنسبة 70% دخول الولايات المتحدة في حالة ركود في العام المقبل، ووفقا لأحدث استطلاع أجرته وكالة بلومبرج فإن تلك النسبة أعلى من توقعات الركود بنسبة 65% في نوفمبر الماضي و30% في يونيو من عام 2022 من استطلاعات بلومبرج السابقة. وأدى التضخم المرتفع والارتفاعات الشديدة لأسعار الفائدة من البنك الفيدرالي الأمريكي إلى مخاوف واسعة النطاق من حدوث ركود في العام المقبل. خفض البنك الدولي بشكل كبير من توقعات للنمو الاقتصادي في الصين خلال السنة الحالية وفي عام 2023 على خلفية التباطؤ الناجم عن كورونا وأزمة العقارات. ورأى البنك أن إجمالي الناتج المحلي في ثاني أكبر اقتصاد عالمي سوف يسجل نموا بنسبة 2.7% ومن ثم 4.3% في العام المقبل. توقعات متشائمة للبنك الدولي عن الاقتصاد الصيني خلال السنة الحالية وفي عام 2023، حيث خفض بشكل ملحوظ توقعات البنك للنمو الاقتصادي لثاني أكبر اقتصاد بالعالم بسبب وجود مخاطر كبيرة مرتبطة خصوصا بجائحة كورونا والأزمة العقارية. خلال توقعاته السابقة في يونيو الماضي، أعرب البنك الدولي عن قلقه حيال نمو الصين التي كانت لا تزال تفرض سياسة صفر كوفيد الصارمة والمعيقة جدا للنشاط الاقتصادي، لكن الصين أحدثت بشكل مفاجئ تحولا جذريا مطلع ديسمبر الجاري بتخليها عن غالبية القيود المعمول بها منذ 3 أعوام تقريبا، مع تسجيل أولى الإصابات في ووهان
وسط البلاد نهاية العام 2019. وفي ظل هذه الأجواء رأى البنك أن إجمالي الناتج المحلي في الاقتصاد الصيني سيسجل نموا نسبته 2.7% ومن ثم 4.3% العام المقبل، ويشكل ذلك تراجعا واضحا مع التوقعات السابقة للبنك الدولي الذي رأى في يونيو أن إجمالي الناتج المحلي الصيني سينمو بنسبة 4.3% خلال عام 2022 و 5.2% في عام 2023. ومن الأسباب الأخرى التي تثقل كاهل الاقتصاد الصيني الأزمة الأوكرانية والتضخم، فضلا عن التباطؤ في الطلب على المنتجات المصنعة في ظل خوف من حدوث ركود عالمي. نهاية الوقفة الاقتصادية، إليكم تذكرة بأهم ما جاء فيها. وزارة الإسكان تعلن بدء سريان منح مهلة 3 أشهر اعتبارا من يوم الاثنين الماضي لاستلام قطع الأراضي السكنية الصغيرة المخصصة لمشروع بيت الوطن. ارتفاع مخاوف الاقتصاديين من حدوث ركود في الولايات المتحدة الأمريكية في العام المقبل. البنك الدولي يخفض من توقعات لنمو الاقتصادي في الصين خلال العام الحالي على خلفية التباطؤ الناجم عن كورونا وأزمة العقارات. دمتم في أمان الله. في 21 من ديسمبر عام 1945 توفي الجنرال جورج إس باتون، أحد أشهر القادة الأمريكيين خلال الحرب العالمية الثانية، والذي سجل له التاريخ العديد من الانتصارات في معظم المعارك التي خاضها في شمال إفريقيا وفي صقلية. باتون المولود عام 1885 تخرج في الكلية العسكرية الأمريكية عام 1909، انضم بعد ذلك لسلاح الفرسان وخاض أولى معاركه عام 1916 خلال الحرب العالمية الأولى. بعد انتهاء الحرب عاد إلى بلاده وهو لا يزال قائدا لأول سلاح مدرعات أمريكي والذي عرف بلواء الدبابات رقم 314. ومع اندلاع شرارة الحرب العالمية الثانية تدرج باتون في المناصب العسكرية حتى أصبح قائدا للجيش الثالث الأمريكي وذا عصيته بوصفه أحد أكفأ القادة العسكريين الميدانيين. كان يعتمد في خططه على خفة الحركة وعامل الصدمة لسلاح مدرعاته. تسببت تصريحاته التي انتقد فيها سياسة الولايات المتحدة بشكل علني في عزله عن قيادة الجيش الثالث. وبعد 12 يوما من إصابته بجروح بالغة في حادث سيارة تعرض له في ألمانيا، توفي الجنرال باتون عن عمر ناهز 60 عاما. مشاهدينا الكرام، أهلا بكم من جديد. نعود ونتابع كلمة مرة أخرى للرئيس الروسي فلاديمير بوتين. نسى هذه الضمانات وهذه المذكرة وكل شيء. الضمانة كانت بأننا نحن ممثلو الدول الغربية نطلب منكم العودة إلى طاولة المحادثات وإجراء كل المعايير. كنا ندرك تماما بأن السلطة سواء كانت جيدة أو سيئة آنذاك كانت تحاول تنفيذ هذه الإجراءات، والرئيس حينها وافق على كل المتطلبات للمعارضة بما في ذلك الانتخابات المستعجلة. ولكن رأينا الانقلاب، وعندما سألناهم لماذا جرى ذلك ليس لديهم أي إجابة عن ذلك.
فإن الجميع سواء صحفيين أو سياسيين أو ممثلي الأحزاب الذين كانوا يرفعون أصواتهم لصالح تحسين العلاقات مع روسيا كانوا يقتلون في الشوارع، وأصبح واضحا من أنه لم تعد ثمة فرصة لتطبيع العلاقات مع هذا الجزء من الدولة الأوكرانية، فهم لن يسمحوا لنا حتى بذلك. وهذه عملية الممارسة الإرهابية التي كانت تتبع دون خجل، وعملية غسل الأدمغة للأوكرانيين وتشبيعهم بالإيديولوجية النازية التي على مدى قرون كنا نحاربها، نراها اليوم تترعرع وتنمو. إن النازيين الذين سابقا كانوا قد حكموا على أنهم مجرمين أصبحوا اليوم أبطال. نحن نقاوم هذه الفاشية الجديدة، ولكن لا نضعها في دساتيرنا، ولكن أوكرانيا وضعت النازية الجديدة في دساتيرها. وإن الأيديولوجية النازية الجديدة لا أحد يلفت النظر إليها، فترون الناس برموز الصليب المعقوف يسيرون بحرية في الشوارع، فكما كان الأمر عليه في التسعينيات وبداية الألفية الثانية. كان هناك دعم للإرهابيين ضد روسيا، وكان لا يهمهم بأن هؤلاء كانوا إرهابيين معترف بهم دوليا، ولكن تم استخدامهم، واليوم يقومون باستخدام النازيين الجدد ضد روسيا، وهم لا يعنون بأنهم نازيون. المهم بأنهم يقاتلون ضد روسيا، والآن أصبح واضحا بأن مجابهة هذه القوة وخاصة على الأراضي الأوكرانية أمرا لا مفر به، وكان السؤال فقط متى سيجري ذلك. وبالطبع الأعمال القتالية دائما مرتبطة بالمآسي والضحايا، ونحن ندرك ذلك تماما، ولكن كون ذلك لا مفر منه فالأفضل أن يجري اليوم بدلا من غد. وأعتقد أن الجميع الحاضرين هنا يدركون ذلك، وأقصد هنا حالة القوات المسلحة وآفاق استخدام الأسلحة الحديثة والتقنيات التي غير موجودة في دول أخرى، وكل ذلك يعطينا متانة محددة لنا. نحن نعلم ميزاتنا في القوات المسلحة والأساطيل وغيرها، نحن نعلم ذلك، وكل ذلك موجود لنا وهو في الحالة المطلوبة والجيدة، وكل ما هو مطلوب هو تحديث القوات المسلحة بما في ذلك المشاة ومكافحة البطاريات وتعزيز الاتصالات وغيرها، كل ما الحاضرون هنا يدركون أهمية ذلك. ولكن ما أود تأكيده هنا، أنه هنا في روسيا وغيرها من الدول، ولا أقصد هنا الدول الأوروبية لأنهم لم يعد لديهم أي شيء ليقدمونه سوى من الأسلحة والأموال، في روسيا الأمر معاكس، لدينا كل شيء هنا، وأود أن أؤكد على ذلك، لدينا كل الإمكانيات لتعزيز هذه القدرات، ودون أي شك سوف نقوم بذلك دون أي حسومات، وخلافا للدول الأخرى على
بناء على خبراتنا وقواعدنا العلمية والتقنية الخاصة بنا، وسوف نحل تلك المهام دون الخلل بتطوير الاقتصاد والمجال الاجتماعي، ودون أن نضر بتنفيذ المهام الموكلة أمامنا بحق جماهيرنا. كل هذه الخطط وكل المهام المستقبلية سوف تنفذ، ولن نكرر أخطاء الماضي عندما كان الأمر المتعلق بتحسين الإمكانية الدفاعية قمنا بتحطيم اقتصادنا. اليوم لن نقوم بذلك، وذلك لأن مستوى التطور والتنمية التي وصلنا إليها اليوم لا يتطلب أن نقوم بشيء يمكن أن يضر باقتصادنا وبشعبنا. وأكرر مرة أخرى أننا لن نقوم بذلك أبدا. إن تحسين القوات المسلحة سوف يجري بشكل هادئ وتدريجي وباطراد من خلال تعزيز القدرات الدفاعية وتنفيذ المهام القائمة ضمن العملية العسكرية الخاصة. وأنا أوافق على اقتراحكم بشأن التغييرات الهيكلية، وبعد المناقشات ضمن الهيئة أطلب منكم أن تقدموها وسوف نناقشها. أود أن أشكركم جزيلا على كل ما فعلتموه ونفذتموه، وأنا أعبر عن تأكيدي وأود أن